الجيران ديال هاد الناس هادو اللي كانوا ساكنين هنايا ديال هاد السيدة اللي كانت كتكرفص على هاد الدري هادي، حسب ما سمعنا والسلام، انا ما عمرني شتا كتكرفص عليه في الشارع ولا سمعت شي حاجة، ولا شتو داك النهار الجندار مجاو عندهم لهنايا للدار داروا معاهم التحقيق ولا ما عرفتش، كانوا واقفين معاهم هي والاب ديالو، هو وقفوا معاهم واحد المدة، داك الساعات مشاو في حالتهم الجندار. كنت تفاجئوا هاد الصباح هذا، قال لك الناس بان جاو داوها هي وداك الولد كتكرفص عليه وكتضربوه وكتعنفوه، شفنا واحد الفيديو تلاح في المواقع ديال التواصل الاجتماعي، داك الفيديو شفناه واثر فينا داك الفيديو بزاف، زعما الصراحه داك الفيديو راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادشي اللي كنعرفوا على هاد الناس هادو، ما عندهم شي علاقه معنا، يعني كندخلوا معاهم في الشارع ولا كيجيو عندنا ولا كنتشافوا معاهم ولا، يعني هما محدودين حدهم حد الدار، ما كنعرفوا عليهم والو. هذا هو الفيديو اللي شفنا عليهم وهادشي اللي سمعنا عليهم هو هذا. النهار اللي شفتو اول مره شفتو فاش كانوا جاو الجندارم، فاش داروا داك الناس شي واحد دار بهم البلاغ، جا داك الطفل داك النهار اللي خرج لهنايا كان شفتو معاهم مع الجندارم والسلام، ما كان خرجش لبرا، كيجيش لبرا بزاف، كيجلس غير في الدار واقيلا بحكم الاعاقه اللي عنده وكذا، كيجلس غير في الدار ما كيخرجش لبرا. هادشي اللي شفناه في الفيديو راه ما يبغي الا الله لا لعب، ضروري بنادم واحد بنادم العواشر ورمضان وبنادم كيتكرفص على واحد الدري عنده اعاقه ولا عنده شي مشكل في الصحه ديالو كيتكرفص عليه بداك الطريقه، راه لا حول ولا قوه الا بالله، حتى واحد ما يبغي هادشي. السلام عليكم، حنا الجيران ديال هاد السيده اللي هنايا، وهذا الشيء اللي سمعنا واللي شفنا داك الفيديو ما عجبناش، وحنا ما يعني ما كنعرفوهاش، هي ما كتخرجش في الدار ديالها، شنو وقيلا ديجا انا شايفاها مره ولا جوج المرات هايدا، والراجل ديالها كنشوفوه ماشي البقالي وصافي ماشي هكا، والعايل عمري ما شفته، شفته مره وحده باش جاو الجندار منايا كان واقف معاهم، يعني عمرنا ما شنا شي حاجه ولا سمعنا شي حاجه من هذا الشيء، هذا حتى شنا هذا الشيء، هذا كان العايل معاهم عمرنا ما سمعنا وكانوا كيهضروا معاهم، هذا الشيء اللي كاين سيتي ما عرفتش واش العايل ولا الاب، ما عرفتش شكون اللي ديكلار، 18 عام ولا 17 هكاك. لا عنده ياك كز، حنا اللي شفناه شفناه مع عمرنا ما شفته، انا المره شفته شفته مع الجندار واقف ديور ولا هادي ما سمعناش. لا كنظن ماشي من هنا، عاد جاو كراو ماشي بزاف، شي عام دابا ولا 9 شهور ولا 8 شهور بحال هكاك باش كراو، ماشي بزاف يعني ما كنعرفهم شي مزيان. انا هو الجار ديال السيد هذا فهمتي، كنسكن حدا وكنسمع كلشي اللي كيدور كامل في الدار كنسمعو، علاش حيت بين الناس انا اذا بغيت كنسمع الصداع كنقول ما عرفتي واش الراجل كيدير المراه ديالو ولا، انا القريه ديال النار ما عندنا شي ماشي هادشي هذا، ما كنسمعوش هاد الصداع هذا، وما كل واحد داخل سوق راسو، ملي كتسمع هيدا الصداع في واحد الدار وهادي كتعرف واقع شي روينه واقع شي مشكل، نقول واقيلا هذا راه هو كيدابز مع المراه ديالو ولا ما نعرف كيفاش، كنبغي ندخل كنبغي نطلع تما كنشوف الصداع بزاف العادة والتباصيل كيتشير وهذا، كنبغي نطلع اللي كيجبرني كيقول لي لا ما تدخلش، عندك يكون كيدابز مع المراه ديالو ولا شي حاجه ولا هذا يقدروا يعملوك شي مشكل، يعبطوا يعتقلوك ولا شي حاجه ما تثقش. وبقينا المهم نهار مور نهار نهار مور نهار، واحد النهار وحنايا كنسمعوا الصداع والغوت وهاديك، ملي خرجنا جبرناهم خرجوا على برا، شبروا ديك العائل وخرجوا، عاد تيك عرفنا ديك الولد عنده من تما، ديك الولد هذاك ما كناش عارفينها تما مره، ما كناش عارفين العائل عندهم تما مو عاقل، اصلا ما كنسمعلوش الصوت ديالو، لا
خرجنا بقينا كنهضروا كنقولوا له والله يا فلان شني واقع هذا الراجل مريض وهذوك، خرجتنا هي القران هو كيبكي كيقول لنا كيضربوا، قلنا له هذا العيل ما عاد تيدخلوا تنعيطوا للمخزن ونشوفوا شني كاي. وهي كتخرج القران كتقول لنا لا هذا العيل هذا كتحلف كتقول لنا هذا العيل هذا مريض وهو هو اللي باغي يأذيني هو اللي باغي يعمل لي، فهمتي كيفاه؟ هو او تا هو كيحلف كيقول لك انا والله كلشي كي ديك 17 بزاف 17 هيا هيا هادي مصيبة هادي راه خصها الحبس وشي حاجة زايدة من الحبس هاديك. المرا اللي واعية معاها تمشي ديكشي هاديك، فهمتي كيفاش تجي تزنى تضرب واحد إذا كان غير في الصحة ديالو معوطة وهاديك يوقف معاك راه توقف باش هو بوبري مريت وهذيك كتضرب وديك الضرب هذاك راه شي حاجه راه هي ماشي. انا جالس اللي كنت كنسمعوا الداق والهضره وهذا والغوات تما ما عرفناش اللي شكون اللي شكون اللي كيدابز واش الراجل المرضي، وحنا العمر ما شفنا كيخرج ولا كيدخل غير تما بوحديتو هذه اللي كاين. ما عرفناش احنا عند احنا ديك الغاوت كنعرفوا عادي كسحبنا غير الراجل والمراه ديالو ماشي كيضربوا العائل، تا تخرجوا العائل لا برا عاد عرفنا اللي العائل معطوب. انا نقول لك ما عمرنا شفناه مره تخرج اول مره خرج على برا ملي خرج واخر بي هادي امي كيش هاديك شي عام هاديك جا انا ما عمرنا شفنا نقول لك العائل عمري ما شفتو انا باللي بنو انزي كنت غير الرجل والمرا ديالو قلت ما تفاهموا ماشي مع بعضيتهم هذيك غوت الدنيا انا ماشي. المهم اللي شفنا هذيك الساعة تفاجأنا والله انا بدنا قريب هذا ما عمرنا شفنا هذا الشيء بحال هذا انا عمرنا ما شفنا هذه سنين احنا خلقنا وعشنا في هذه المنطقة ما عمرنا شفنا هذه المنطقة ماشي كيف بحال هذا ما عمرنا شفنا مرة دابا هذه حياتنا دابا هذه أكثر من 55 سنة وحنا في العمر ديالنا لا عمرنا ما شفنا عمرنا ما شفنا هذا الشيء بحال هذا ما عمرنا كاين شي واحد معروف ولا كاين شي واحد معطوب ولا هذا معروف راه في القرية ولا هادي داخل سوق راسو الوالدين ديالو كي هادكو عليه فهمتي راجل محترم واحد ماشي. أما بحال الناس هذا راه ما عمر راجل راجل كي مرا كضرب العايل والراجل معطوب ما عمرنا ما شفنا هادي المرة بس هادي عمرنا ما شفناها.